سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده معانا منتجات دريم. هنعمل النهارده جيلي بالاراسيا مع منتجات دريم. ممكن بعد ما اعمله احطه في الثلاجه ويبرد واغرفه، ممكن ازوقه بكريم شانتيه برضو دريم لو انتم عايزين، مفيش مشكله عندي. هنا المقادير مش صعبه ولا حاجه، هو عباره عن جيلي بوتين، ان كان فراوله او مانجا او برتقان، يعني في منتجات كتيره، واراسيا وميه. طبعا اهم حاجه عندي لازم عشان اعمل الجيلي لازم الميه بتاعتي بيكون بتغلي. ليه؟ عشان اتاكد ان هو هيدوب معايا كويس. هقسم الميه اللي عندي على جزئين، لان عايز اعمل النهارده نوعين جيلي. عندي الباكت موجود اهو، اتنين باكت هنقسط. ده ايه وده ايه، انا مش عارف كده الدنيا ماشيه ازاي. ناخد ده كده ستروبري، خلي ده، يبقى هنفك الاتنين باكت هنا. ده اللي هو الفراولة كده، وعندي أراسي أنا منزوع منها البذر كده. بنزل بنص كمية المية اللي عندي أهي، وعندي المضرب بسرعة أضرب كده، أرجع للتاني اللي هو بالمانجا، نفس القصة عندي هنا هبوتين، هذه واحدة. مش لازم تغلي على النار بعد ما بتحطيه، المهم الماء الأساسي تكون بتغلي عندك. ممكن بعد ما أعملهم أزوقهم بالكريم شانتيه من دريم كده أهو. عندي الأراسي بقسمها على اتنين، ممكن احط برضو العكس، احط مشمشية مع الأحمر، ممكن احط الأراسي مع الأصفر عشان يبقى ايه، عملنا حاجة عكسية. ممكن اعملهم في قالب واحد، ممكن اعملهم في اتنين قالب اهو. يبقى زي ما حضراتكم كده شايفين سهل جدا. يا نوران صباح الخير يا نوران. عامل ايه؟ والله انا في نعمه وبخير، انت اخبار حضرتك ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه الاكلات الجميله دي؟ صباح الفل على ست العرايس. الجمال والحلاوه اللي انت بتعملها ده جمالك يا ست الكل. انا وانت طيب. بعود الايام يا حبيبتي، امورين سعادتك. بس نسيبه، انا كنت عايزه اشوفك جلاش. عايزه ايه يا فندم؟ جلاش وكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته وجلاش. طب عايزه الجلاش ايه حضرتك بقى؟ الجلاش اللي هو الحلويات. على عيني على عيني يا ست العرايس، اشكرك على اتصال حضرتك، ميرسي ليك يا ست العرايس. يبقى كده حضراتكم احنا اتفقنا كده ان دول سهل جدا نحطهم. خلي بالكم في حاجه عايز الفت نظر حضراتكم ليها، دايما الجيلي بتاعي ما احاولش احطه في الفريزر. ليه؟ في الفريزر هيطلع شكله مش كلير، مخرز ومش هيبقى كلير. كلير يعني ايه؟ شكله بيبقى كلير، يعني بيبقى شفاف. لكن لو انا حطيته في الفريزر هيمسك، بس شكله مش هيبقى شفاف. لكن في حالة ما اكون مستعجل هو الطعم مش هيفرق عندي، لكن في حالة ما اكون مستعجل احطه في الفريزر. يا عم محمد سلام عليكم. الو حماده ازيك؟ سلام عليكم. ازيك يا حماده، اخبار حضرتك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. وامرني يا قمر. ازيك يا شيف؟ نعم يا حبيبي. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيب قلبي حماده، وحشتي. كنا نتصل بيك من زمان. نعم يا فندم. لا كنا نتصل بيك بس. وامرني يا حبيبي. تحت اسال يا فندم عليك. تحت امرك يا حبيب قلبي. شكرا لك، ميرسي جدا. تحت امرك يا حبيبي. ليك اي سؤال؟ شكرا ليك يا ابني.
طيب كده هنا انا بظبط الثرموستات عندي على اعلى درجه. عندنا الدرجه بتاعتنا ديجيتال. بظبط بيها كل حاجه. طيب كده هبدا اشتغل بزيت عباد الشمس او سمن عباد الشمس. سمن كريستال. عندي زيت عباد شمس وعندي زيت ذره، عندي سمنه كريستال صفراء وعندي سمنه كريستال بيضاء طعم الزبده الفلاحي. طيب هنبدا نعمل عندي الفليه بصوص الكفور. عندي شرايح لحم فليه، بصل وثوم وجبنه الكفور وكريمه لباني، سمنه كريستال الصفراء، عندي ملح وفلفل، وهنقدمه مع بطاطس شيبسي. طيب كده نشوف بقى مع بعض لحمتنا هنطلعها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده منتجات كريستال. عندي لحمة فيليه كده. يا ست هبة حاولي تكلميها تاني. طيب كده هنا هنبدأ نشتغل مع حضراتكم. نقطع اللحمة بتاعتي الأول شرايح. عايز لحمة من غير أي دهنة، من غير أي دهون، عشان تطلع معايا جميلة. عايزين سكينة حامية. طيب كده ادي اللحمه كده. طبعا حته وبقيت اللحمه اشيلها عندي في الثلاجه بتاعتي. اللحمة بتاعتي عشان اعملها بطريقة صحيحة جدا صح جدا، خلي بالكم نشوف هنعمل ايه. طيب عندي طاسة على النار لازم تسخن. لو انا عايز اعمل اللحمة بتاعتي صح، طالما لحم ستيك مع صوص يبقى ما فيش داعي نديها اي توابل عشان خاطر ما تجيبش ميتها، لان التوابل والملح والبهارات بيخلي دايما اللحمه تجيب ميتها. انا مش عايزها تجيب ميتها عشان استفاد بطعمها الجميل. هستخدم معاها تعفير الدقيق بس. طيب كده يبقى هدق اللحمه قدام حضراتكم اهي. اديني دقيقه واحده بس هندق اللحمه بتاعتنا. كده هستاذنكم واخد فاص وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا المحطه ولا تروحوا في اي حته.
رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. طبعا النهارده حضراتكم عارفين معانا المخرج الجميل محمد الحلواني، ده من الناس اللي بتزعجني دايما وانا شغال، بيعمل لي ارتباك. اما اجي اعمل حاجه وياخد فاصل يقول لي بس هاتوا له كرسي يقعد. يا عم طب اعمل حاجه كده كده، قول لي كل حاجه قدام الناس عشان انا بشك فيك ان انت بتجيب حاجه معاك وانت جاي من بيتكم. هو للاسف ان هو المخرج ما قدرش اقول له حاضر، نعم وحاضر زي ما اتعلمنا. هنا حطيت بصلايه وتوميه مع الستيك وانا بسويه مع تعفيره الدقيق، لاني لازم اعمل الصوص بتاعي اللي هو الصوص الكفور قدام حضراتكم على الهواء. يبقى زي ما حضراتكم كده شايفين باقي سمنه الكريستال اللي انا حطيت فيها شوحت فيها الستيك مع البصل والثوم، يبقى باقي السمنه اهي. بنزل بالجبنه بتاعتي اللي هي الكفور، بهرسها كده اهي عشان اعمل صوص الكفور كده اهي. طبعا احنا ما اديناش اي اضافات لا ملح ولا فلفل خالص عشان خاطر اللحمه بتاعتنا تطلع معانا جميله كده. ادي الكريمه اللباني بتاعتي اهي، يبقى اشتغل بقى براحتي كده اهو مع الجبنه الكفور والبصلايه والتومه مع السمنه كريستال اهو، وانزل بقى بقيه اللحمه اللي انا شوحتها فيها عشان تبقى معايا 100 100، وتطلع التست بتاعي عالي. انا بقى اثناء ما بسوي الشيبسي ادي اللحمه بتاعتي بردها تاني اهي عشان تشرب من صوص الكفور اهو والكريمه اللباني. طبعا انا مديها تعفيره دقيق، تعفيره دقيق دي هتعملها ربط وتخليها معايا طالعه زي الفل. الشيبسي بتاعي اللي انا هزوق بيه او هحطه جنب الاكل بتاعي شغال اهوت. زي ما حضراتكم كده شايفين كله شغال واحده واحده. هنا ناقصه شويه ايه، شويه فلفل اسود اهو، سنه ملح مش كتير عشان انا عندي الجبنه حاده. يا ست اسراء، الو ست مريم. طيب لا اسراء ولا مريم، ما علينا، هيكلمونا تاني على فكره يعني ان شاء الله. يبقى انا الشيبسي بتاعي بحمره في سوريا، ربنا يا رب يفك الكرب عنهم. بيقوموا الصبح بيفطروا فته، الفته السوري او لبناني بالحمص والعيش الشام. في مره كنت بعملها فجماعه سوريين كانوا موجودين معايا قالوا على فكره شيف احنا بنفطر بيها الصبح اللي زي حالاتنا احنا. ماشي، مش بقول لكم النهارده محمد هيعمل لي مشاكل في الشغل، بقول لي انت بتمسك قوارع الصبح. الو الو، انا داوود. اهلا وسهلا، مساء الخير. كويس داوود، ازيك؟ كويس، اخبارك يا حبيبي؟ امرني يا عمر. كويس. ايوه يا حبيبي، ازيك؟ امر. طيب النهارده كده تقريبا الناس لسه ما دخلناش على رمضان، الناس في ايه يا عم امجد؟ ازيك يا شيف؟ يا صباح الفل على عم امجد. صباح الفل، ازاي حضرتك من اول الشاشه؟ صباح الجمال يا عمي. انت عامل ايه يا حبيب قلبي؟ انا في نعمه وفي خير، طول ما حضرتك بخير. ربنا يخلي حضرتك. وامرني يا عمي. بعدين كنت عايز شوربه السي فود. على عيني يا فندم، حاجه تانية؟ تسلم يا شيف، تسلم. اشكر حضرتك، اشكر. وانت طيب يا عمي؟ معلش حبيب قلبي، السلام. طيب هنتكلم دلوقتي على الفته السوري. عندي صدور فراخ، حمص مسلوق، عندي بصل وتوم، عيش شامي، عندي زبادي، نشا، كريمه لباني، كزبره خضراء، صنيبر، زيت زيتون، مكعب مرق، رز، وعندي
ملح وفلفل. كده انا حطيت هنا ادي الفراخ، هديها مكعبين مرق عشان هسوي منهم الرز، وممكن وانا شغال كده احط معاهم الحمص ده ياخد طعم جميل من الفراخ. لسه هديها بصل وبوكيه جرنيه اهو، اديهم مطحون كده زي ما هو زي ما انتم شايفين كده عشان يديني طعم جميل اهو، لان هستخدم الرز عندي هسويه. طبعا ممكن اديها رز ممكن ما اديهاش رز، لكن احنا عايزين نحبش العمليه ويطلع اكلنا كله جميل. بدعمها بمكعب مرق عشان طعمها يطلع حلو. اديها بصلايه، خلاص اديتناها بصلايه، عند الشيبسي طالع جميل اهو وحرش. هنشوف هنغرف بقى ازاي. ادي الصوص بتاعي اهو. النهارده بنعمل حاجات جميله يا رب تعجب حضراتكم. ادي نغطي هنا كده يا ست منى. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست منى. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا فندم. علينا وعليك وعلى المسلمين كلهم يا رب. يا رب كلها ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. استاذن حضرتك في سؤالين معلش. انا خدامك يا فندم. العفو العفو. كنت عايزه اسال حضرتك اللحمه اللي الستيك اللي حضرتك عملتها دلوقتي. ايوه يا فندم. ما شفتهاش من الاول، دي من انهي قطعه؟ يعني اروح للجزار اقول بص حضرتك قولوا له عايزه لحمه فليه. لحمه فليه؟ يعمل يعني اللي هو العرق الفليتو. بالظبط كده، ما فيش عنده اديكي من الانتركوت. من الانتركوت. الانتركوت طيب. جميل برضه. طيب استاذنك سؤال ثاني. اتفضلي يا فندم. انا لما بعمل الكبيبه وبعملها في البيت بتكش مني. هل ليها قطعه لحمه معينه؟ لا هي الكبيبه بتكش منك لانك بتكتر اللحمه. يعني ما اقولوش حته لحمه معينه يعني. لا اي لحمه، بس حضرتك ما تكتريش اللحمه، كتر البرغل. ماشي يا شيخ. يعني نص كيلو برغل على ربع كيلو لحمه. البرغل حضرتك بيبقى كتير. اشكرك. كده ادي الشيبس. بلاش اشرب شاي يعني. حاضر حاضر حاضر. حاضر حاضر يا استاذ حلواني. نشوفك بقى تعمل لنا في رمضان اهو، الشغل كله على الحلو. واللي بلح الشام وعنب اليمن. ادي شويه صوص اهو. طيب كده بعمل ايه بقى حضراتكم؟ اهو متحركن بقى واعمل فيها انا طباخ كده. عشان لو انا قاعد باكل عند ناس اعرف هويه الطبق اللي قدام مني ايه هو. لما بحط حته جبنه زي كده او ما اعرف ان باكل ايه حاجه بالجبنه دي اللي هي الليكفور صوص. يا ست ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ايمان. كل سنه وحضرتك طيبه يا شيف. بعود الايام يا ستي. الله يخليك. وامرين. انا دايما بعمل الامر لله، انا دايما بعمل الكفته بتطلع ناشفه مني ليه؟ الكفته ايه حضرتك بقى اللي انت بتعمليها بتطلع ناشفه؟ بعمل الكفته اللي هي العاديه اللي هي في البوتاجاز وبعملها شوي. بس دايما بتطلع ناشفه. لان حضرتك ما بتديهاش الصح بتاعها اللي هي لازم تبقى فيها ماده فات، ماده دهنيه. والله بجيب اللحمه من عند الجزار جاهزه كده وهو بقول له انا عايزها للكفته. ما هو ممكن الجزار يضحك علينا يديها لنا مثلا كبيره في السن مش بتاعه كفته، لان اللحمه تبقى ملبسه يا حضرتك. وببشر معاها بصلايه بحصرها بديها الميه بس تفل البصل وبفرمها مرتين بتكون ملبسه وبحطها في الثلاجه تريح شويه. بعمل كده والله. الله امال ايه؟ بتطلع ناشفه. يبقى الفرن بتاعك مش شغال صح. العيب في الفرن. انت بتحطها وقت قد ايه حضرتك؟ ساعة
او بشوفها يعني بجسها كده لقاها كويسه خلاص استوي. ساعه تقعد ساعه في الفرن؟ لا ما مش كتير يعني اقل ربع ساعه بروح واجي عليها يعني. لا هي اصل حضرتك الكفته ما بتاخدش وقت كتير على النار وسهل جدا ان احنا نعملها. وانا لسه كنت على ما اعتقد يوم الخميس او يوم الاربع كنت عامل كفته بالصنيبر ما خدتش ربع ساعه في الفرن وطلعت جوسي وجميله. ولكن مش عارف انا نوعيه اللحمه اللي حطيتيها ايه عشان تطلع معاكي بتشتكي منها. لكن انا اعمل لك قريب كفته ان شاء الله ونعمل لك انواع الكفته كلها عشان خاطر ما تطلعش ناشفه لان لازم تبقى جوسي شويه. واللي بيخلي اللحمه جوسي الكفته جوسي بتبقى دايما فيها ماده دهنيه، الماده الدهنيه دي بتبقى خليها كويسه طعمها حلو. كده انا بحمص العيش بتاعي. نرجع الفته السوري اللي اتكلمنا عنها. بسلق الفراخ على النار. احط بقى شويه رز تتسلق يتسلقوا معايا من طيب. حاضر يا حبيبي. دايما مستعجل على الفصل دي مش عارف شكلك بتروح تقعد على القهوه بره. ماشي انت بتعتق تقول لي كافيه كده. ادي زي ما شفت حضراتكم كده بنفس التتبيله الجميله اللي انا حطيت بيها الفراخ دي اهي. هصفي شويه كده للرز. بسم الله الرحمن الرحيم. واخلي شويه الفته دول. لا بحط الحمص هنا عشان ياخد الطعم بتاعي اهو. هستاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقدر المحطه واضرب اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وهنكمل مع بعض ازاي نعمل الفته السوري او الشامي. كده صدور الفراخ اهي بعد ما سلقت اقطعها كده مكعبات. هنحطها مع الحمص والشوربه. ادي الشوربه والحمص. كده عشان نسقسق بيها بعد كده. طيب هنا ادي الرز بتاع استوى اهو. سقنا برضو بالشوربه اهو. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. هجيب طبق اخد شويه عيش بس من دول. شويه عيش من دول كده. وادي الف حول نفسي بقى شويه من الحمص اهو كده. ونبدا نشتغل مع حضراتكم. يا عم عصام سلام عليكم. يا عم عصام صباح الفل. استاذ يا عم عصام خلي ركز معايا شويه وسيبك من التلفزيون. ايوه معاك معاك. امرني صباح. ايه اخبارك؟ صباح الفل يا عم عصام. صباح النور. امرني يا قمر. انا كنت كان نفسي اعمل يعني مره في حياتي كفته على السيخ كده مشويه زي بتاعت الحلو. هتعمل احسن من بره كمان بس كده. يا سلام. طيب. يا ريت على ايدك. انا تحت امر سعادتك يا فندم. والله يا جماعه مش عارف ليه كل الناس بيشتكوا من الكفته اللي احنا بنقول عليها كفته الحياتي بالرغم ان احنا عملناها كذا مره قدام حضراتكم كتير قوي مرات كتير قوي عملناها والحمد لله ربنا سترها معانا وطلعت كويسه. لكن انا برضو للمره المليون بقول لحضراتكم ان الكفته حطوا دول كده كمان اهم سهله قوي
حضراتكم تعملوها، بس هنقول نعملها ازاي. نسقسق بقى شويه شوربه من دول، بجيب لحمه ملبسه يعني هنقول 850 جرام لحمه حمراء، بسقسق كده الشوربه اهي اهو، 850 جرام لحمه حمراء و 15 جرام لحمه ضاني، ليا ضاني او اي دهون او اي دهون يعني تبقى ملبسه. بعد كده بجيب بصلايه كبيره ببشرها، بحط عليها شويه ملح، بحط عليها شويه ملح وبصفيها، باخد الطفل، الطفل باخده بحطه مع اللحمه، افرمها وشين. بعد كده اديها التوابل زي ما انا عايز، توابل زي ما انا عايز. بعد كده بدخلها التلاجة، بدخلها التلاجة عندي لمدة ساعة، وبعد كده اطلعها واصبحها او اشكها على السيخ وبشويها على الفحم. اهم حاجة اشكها في سيخ عشان تديني بتعمل ريفيوز او بترفض الجوز بتاعها برة، عشان يديني طعم جميل، يديني طعم جميل. جربها وقول لي عملت ايه، وان شاء الله هتطلع معاك مية مية. هنا عايزين نعمل الصوص بتاع الفتة. عندي هنا ثوم، يا عم مالك؟ الو ست ام نعمه. ايوه السلام عليكم يا ست ام نعمه. عليكم السلام يا ست ام نعمه، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ والله انا مبسوط قوي. تأمريني سعادتك يا فندم. الحمد لله. انا بس تقول لك يا صبح معين. نعم يا فندم. بس صبح معين عايز لك عليه. مش سامع حضرتك يا فندم. بس صبح معين عايز اقول لك عليه. ايه انا خدامك يا فندم، هسمع حضرتك، اتفضلي اموري. ايه الصوت اللي عند حضرتك ده؟ ايوه يا فندم. الو ايوه يا قمر. كده هنا دعم. انا اسف جدا، مش عارف اسمع من الزنه اللي عندهم او عندنا على ما اعتقد، ما اعرفش. طيب كده هنا ادي توم، هنشوف حضراتكم دلوقتي نعمل ازاي الفته بتاعتي. طيب اروق مكاني. حطيت زيت زيتون. يا ست شروق. ايوه ازي. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. اموريني يا قمر. عايزه مقادير كيكه التفاح. كيكه التفاح؟ اه على عيني يا فندم. حاجة تاني ست عرايس؟ لا شكرا. تأمريني سعادتك. حاضر يا فندم، هات لك كيكة تفاح من فضلك. بشكرك على اتصالك يا فندم. نجيب شوية كزبرة خضرة بقى، أهم حاجة عندي شوية الكزبرة الخضرة دول. يا عم مالك؟ شو الشربيني، ازيك يا باشا؟ الحمد لله. تأمرني يا قمر. انا زعلان. ليه يا حبيبي؟ انا صالحك. انتوا قاعدين سايبيني على الويتنج بقالكوا يعني 10 دقايق. ما هو انت طلبتني والخط قطع من عندك مش من عندنا يا حبيبي. ماشي حقك علينا، انا اسف.
تأمرني يا عم مالك. أنا آسف. عايز وصفة. نعم يا فندم. أم علي. نعم. عايز وصفة أم علي. أم علي على عيني حاضر. أنا كنت عامل أم علي كانت معمولة جميلة جدا وكانت تجنن، ومعرفش أنت مشفتهاش إزاي، لكن هقول لك تاني نعملها إزاي مع حضرتك على عيني حاضر. كده هنا ده التوم بتاعي، عايزه يصفر، عندي مكعب مرق معاه شويه طعمه، هنعمل الصوص بتاع الفته، وبعد كده هنعمل البكوره الهندي. البكوره الهندي دي دايما الجماعه اللي بيشتريان الهندوه بياكلوها، وهنشوف حضراتكم هنعملها ازاي. بس ايه، نعمل الاول الطشه الجميله دي. ادي سنيبر اهو، حمر الثوم مع السنيبر كده، يبقى كده الزبادي بضربها هنا مع شويه نشا علشان خاطر حضراتكم نشوف هنعمل ايه. اهو لو انا حطيت الزبادي من غير نشا ممكن تبقى سايسه وتقطع معايا، لكن ممكن اعملها بصفه ان انا طباخ يعني هتطلع معايا كويسه، لان مش هقرص عليها في السوى، مش هتغلي معايا، هطلعها كويسه، لكن لو غلت منك هتقطع. لكن خلينا في السليم نديها معلقتين نشا مش هيأثروا بشيء. كده بحمر السنيبر مع التومه مع مكعب مرق، ونشوف حضراتكم هنعمل الصوص ازاي بتاع الفته. في سوريا بيقوموا يفطروا بيها زي ما ناس قالوا لي، وممكن نتغدى بيها نتعشى بيها، هي فته جميله جدا، وبينه وبينكم احسن ما فيهاش صلصه كتيره ولا طماطم، كله مسلوق في مسلوق. بسلق الحمص مع الفراخ عشان يديني الطعم بتاعه، مش نحطه ناشف في الاول، لا انا بكون سلقه نص سلقه وبعدين احطه مع الفراخ عشان يديني طعم جميل. طيب كده هنا بحمر واحده واحده كده عشان مفيش حاجه تحرق مني، موطي النار على الاخر لان السنيبر ممكن يستوي ويتحمص والثوم يبقى لسه ني، يبقى شكلنا مش عاطفي ولا سياحي. اهو هنعمل الطشه حضراتكم كده، يعني مفيش جت من دقيقه يعني عشان ما ينفعش. اديني بس دقيقه يا عمي معلش. انا بقول كده برضو يا بخت منظره خفف اهي، اصفر بسيط بس كده عشان واحد قلقان، واحد صاحبي قلقان اهو. ادي بابور نفس عشان يطلع معانا. طيب بس بصلات التومه تحمر ايه داخل على سوا، ادي شويه الكزبره هنعمل بعد كده البكوره، طبعا بعد ما نحط دي كده اهو، ادي الزبادي بتاعتي اللي هو الصوص اهو، سنة كريمة لباني، يبقى كده خلاص اهي زي الفل. عشان ما تقطعش مني لازم تبقى ورن، لا هي حامية ولا هي باردة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا المحطة ولا تروحوا في اي حته.
رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. عملنا الفتة، عملنا الستيك بالكفور مع سمنة كريستال النهاردة، وعملنا طبعا الجيلي مع دريم، وده طبعا حطيناه في التلاجة، هو اكيد 100% مش هيطلع متماسك، لكن احنا عملناه لازم ياخد في التلاجة على الاقل 4 ساعات، وما اقدرش احطه في الفريزر لان اتفقنا مع حضراتكم لو حطيته في الفريزر هيبقى مش كلير ومش نقي. عندنا البكورة على الطريقة الهندية، حمص بودرة، حمص مسلوق، بصل، وتوم، بيكنج باودر، كاري، كركم، كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، فلفل حار، زنجبيل او جنزبيل، بقدونس، زيت، ملح وفلفل. كل الكلام ده جميل. احنا هنجيب بصلايه نحطها الاول هنا كده وهنشوف هنعمل ايه. عندي حمص، عندي توم، الاكله دي هنديه ودايما فيجيتيريان بيحبوا ياكلوها. هفضل احط توابل زي ما انا عايز. عندي بهارات، عندي كزبرة ناشفة، عندي كاري، عندي جنزبيل او زنجبيل، عندي كركم، عندي بيكنج باودر. بس كده نبدا نعمل بريك ونعمل هنا بصلايه تانية. عندي فلفل حار طبعا، ده بحطه على الحلو الحراق كده اهو، عشان لسه هنحط الدقيق ولازم محمد الحلوان يبقى دقيق معايا في كلامه. هنحط كزبرة خضرة. يا ست ليلى، الو، سلام عليكم يا ست ليلى، عامل ايه؟ والله في نعمة يا ست ليلى، اخبار حضرتك ايه؟ ست ليلى، الو، ايوه يا ست ليلى، عايزة طريقة البيتزا. حاضر يا فندم، حاجة تانية؟ شكرا. نعم يا فندم. ست ليلى، الله، ست ليلى، حاضر، امور يا ست ليلى. ست ام سيف، صباح الخير. اهلا يا شيف. يا صباح الهنا وكل حاجه حلوه في الدنيا. يا صباح القصه، ازيك يا شيف، عامل ايه؟ والله طول ما حضرتك بخير احنا بخير. حتى انت كمان وانت بخير انا بخير، والله ازيك، انت عامل ايه؟ كويس. صباح الفل، صباح الفل على ست الكل. تسلم لي، تسلم يا شيف. تسلم لنا يا غالية. الله يخليك يا شيف، الله يبارك فيك. اتفضل. ما استغناش عنك، لازم اتصل، لازم اتصل. صباح كل حاجة حلوة في الدنيا يا ست أم سيف. سلم لي عليهم كل اللي عندك. كل الناس اللي عندي بيصبحوا عليك يا غالية. احنا هنسميكي بعد كده الست غالية. تسلم لي، تسلم، تسلم يا غالي. ايوه غالي علينا، صدقيني يا ست مسيف. حتى انت والله عزيز علي، اخويا الثاني والله. الله يسترها معاكي دنيا واخره يا رب، ويخليك لينا وما تحرمش منك. يبارك لك، يبارك لك. بقول لك بسلم على بورسعيد كلها والدبي كلها والامارات كلها، يسلموا على بورسعيد واخويا واخواتي اللي هناك. صباح الفل يا ست الكل. تسلم، تسلم. صباح الهنا على ست الكل. شكرا يا سيدي. اشكرك على اتصال حضرتك. ست مسيف ست أصيلة، دايما بتتكلم علينا، بتسلم علينا، عشان هي مش محتاجة أكل ولا شرب، هي محتاجة تطمن علينا وتسلم علينا، وده شرف لينا كلنا إن بتكلف نفسها من الإمارات كل يوم عشان تطمن علينا وتسلم علينا، ده شرف لينا كلنا أنا وزمايلي كده. حضراتكم زي ما انتم شايفين هي لازم تتطحن خالص عشان هنقليها زي الطعمية. هنا كده زي الفل اهي. بس لازم انا بقى في الاخر قبل ما تخلص كده بديها شوية حمص تاني، حصى مسلوق عشان تبقى حبيباتها باينه اهو.
طيب يا دول بدي راحة للمكنة عشان ما تغطش عليها اكتر من كده. اهي الريحة طالعة، مش عايز اقول لكم يا جماعة جميلة. هي بتتقلي زي الطعمية، بس انا بقى طبعا زي ما انتم عارفين بحب اتحركم دايما. اتأكد من كلها لازم تتجانس مع بعضيها. طب الان ولا حاجة؟ لا ما تقطعش، هشتغل انت بس اديني وانا اغذيك. انا ست ام احمد، سلام عليكم. السلام عليكم، ازيك؟ ازيك يا ست ام احمد؟ صباح الهنا. كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا ست ام احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ والله في نعمه يا ستي. ممكن بس انا هعمل شكوى عن طريقك. احنا اول ما كانت الميه، اول ما كنا دخلنا الصيف، الميه عندنا في القاهره الجديده ضعيفه جدا، وهي كانت بتكون معدومه، واحنا دلوقتي داخلين على رمضان. ممكن حضرتك دلوقتي حضرتك في ناس سمعانا، وفي ناس كتير قوي من المسؤولين سامعيننا، حتى القناه اللي عندنا اللي بتذيع الاخبار وبتقابل مع المسؤولين اكيد سمع حضرتك وسيرتك ووصلت ان شاء الله. بس احنا عايزين يا جماعه نساعد بعضينا شويه، ان كان بالنسبه للنور ولا الميه. انتوا عارفين ان احنا مفرطين شويه جدا، مش شويه لا، مفرطين كتير قوي في حق بلدنا في حكايه الميه والنور. يا ريت يكون في عندنا الاقتصاد، يعني انا بشوف واحد بتوضى، واحد بتوضى بيستهلك له بتاع 10 لتر ميه، مش همنع الوضوء لا، لكن ممكن اتوضى بدل ما افتح الحنفيه على الاخر اخليها سرسوب. واحد بيغسل سنانه الصبح برضه حنفيه الميه شغاله وهو بيغسل سنانه. واحد بيجيب طبعا قدام منه جنينه وزارع شجرايه برضه نفس القصه، طالع بالخرطوم وعمال يسقي. واحد بيغسل عربيته بره. في حاجات كتير قوي غلط، يا ريت احنا برضه نساعد الحكومه شويه من عندكم وشويه من عند الحكومه والعمليه تمشي. لكن هنسيب كله سداح في مداح، هنتعب تاني، واحنا ما صدقنا ربنا كرمنا بحد محترم يقف جنبينا، نقف احنا جنبيه، نساعد بعض ببعض. انا ما بجيش على الحكومه ولا باجي على المواطن، انا باجي ايه على سوق الاستعمال في حاجات كتيره جدا، وانا واحد من الناس، مش انا يعني، انا اكيد انا زي الناس اللي بتغلط يعني، يعني انا مش معصوم من الخطا، كلنا بنغلط. لكن نحاول بقى في الايام اللي جايه دي نشوف، نشد حالنا شويه ونقف مع الحكومه مع الدوله عشان خاطر ربنا يكرمنا ونعدي من الازمه اللي احنا كنا فيها. ماشي ماشي، مش هتكلم يا محمد يا حلواني، مش هتكلم انا كده. هنا ادي حضراتكم، حاضر، هنعمل ايه؟ هنقليها زي الطعميه كده قدام حضراتكم، او بنعملها اصابع زي ما انتوا عايزين. هنعمل الاثنين، هنعمل الاثنين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي لازم الزيت بتاعي يكون سخن جدا اهو كده. ايوه هنعمل شويه فينجر وشويه طبعا دي الحمص، ده مميز جدا. طب ازاي شويه فينجر زي ما عم محمد بيقول لي؟ مش عارف، انا بيقول لي دايما واحد حلواني مع طباخ ما ينفعش كده. اهي
كده دي بنسميها فينجر يعني اصابع. هسه لازمكم واخد فاصل وارجع لكم تاني وانا بكمل الاكله الهنديه الجميله اللي هي زي الطعميه المصريه. فاصل وارجع لكم تاني. اقعدوا على المحطه فاصل رفيع. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وانا حقيقي كنت خايف اقلب دي على الهواء اللي تقع مني وبعدين ربنا كرمني وطلعت معايا اهي. ده جيلي من دريم مع القراصيا واللي انا عملته قدام حضراتكم اهوت برضه هيمسك في الثلاجه بس ممكن اطلعه بكره ان شاء الله لان لازم ياخد 6 ساعات في الثلاجه. لكن ربنا كرمني وطلعنا واحده اهيت برضه طلعت مش بطاله ودي هندخلهم الثلاجه برضه وبكره هنفكر بعضينا بيهم عشان يبقى فيهم مصداقيه بس يعني مش هنلعب فيهم يعني. وطبعا حضراتكم النهارده عملنا 4 اطباق. عملنا الفته السوري، عملنا الستيك بجبنه الكفور مع سمنه كريستال قدام حضراتكم اهوت، عملنا البكوره على الطريقه الهنديه نوعين، نوع فينجر ونوع تاني زي الطعميه، ودي اكله مشهوره قوي فيجيتيريان للهندوه اللي هم ما بياكلوش لحوم. عملنا من دريم الجيلي بالقراصيا، ممكن نزوقه بالكريم شانتيه برضو من دريم، عندي حريه الاختيار. واللي انا عملته قدام حضراتكم اهوت بكره هنقلبه ده بالمانجا مع القراصيا وبرضو بالفراوله، ده هنشوفه مع بعض بكره ان شاء الله بس ياخد راحته في الثلاجه مش في الفريزر. يعني كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده بس اللي قدرت عليه عملته. والمخرج بتاعي قال لي يا بخت المنظر وخفف، بلاش رغي ما تلغيش كتير. قلت له حاضر، هقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.